عندها مناشدة من خلال برنامج كورة وهي الآن معي عبر الهاتف. مرحبا أم أحمد. أهلا وسهلا. حياك الله وأهلا وسهلا. حدثينا عن هذه المسألة اللي صارت تقريبا سنة وأكثر من سنة وكيفية انقطاع الراتب، تفضلي. بالنسبة للراتب مع أبو أحمد الله يرحمه. الله يرحمه. نادي القوى الجوية طبعا يعني من فترة سوانا راتب، يعني مو راتب وإنما منح كل 6 أشهر. زين. تتجدد كل يعني كل 6 أشهر تتجدد مرة ثانية. صحيح. بس شنو الإشكال بيها؟ هو اللي لازم كل 6 أشهر الكتاب يروح من نادي القوى الجوية إلى وزارة الدفاع، ومن هناك يعني لازم توقيع. الراتب هذا من القوة الجوية، لا من الاتحاد ولا من الأولمبية، مو من وزارة الدفاع. لا 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 لا، وزارة الدفاع هي علينا عن القوة الجوية. طيب إذا عرفنا أنه السيد محمد العسكري هو الآن ده يسمعنا ويتابعنا، شو تحبين تقولي له؟ والله أنا ما رأيت شيء أكثر يعني من حق أبو أحمد. أبو أحمد تعرف يعني أخذها في الجوية، مو بس الجوية، المنتخب العراقي ولاعب محترف مثل ما يقولون. بس أنا لا أطلب من عنده بس راتب إني، يعني راتب ماكو، لا قوة جوية، لا الاتحاد العراقي لكرة القدم، لا الأولمبية، يعني ما أريد أي شيء بس من حقه. شكرا جزيلا لك أم أحمد. صحيح مناشدتك وصلت، وأبقي تابعي الحلقة، أكيد راح نلقاها حل في هاي الحلقة. وإلا ما من المعقول نجم مثل المرحوم ناطق هاشم مثل منتخباتنا الوطنية وخدم القوة الجوية تجازى عائلته بهيج مسألة منسية صار لها سنة ماكو لا منحة ولا راتب.